لحظات وثواني معدودة، ويتحرك الشوط الثاني على بركة الله. بدأت حركة الشوط الثاني في مجموع الأشواط، وخصص لفئة الجعادين 3 كيلومترات. سنتابعها بالعين المجردة ونرسل الأنظار إلى مقدمة الشوط، ونتابع الصدارة، ونتابع المركز الأول شاهين محمد بن راشد بن مرخان، ولكن ينخطف المركز الأول، وهناك شاهين ثاني بن علي بن مهير بن بليشة الاشتبي. الله 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 يا ثاني، الله يا أبو خليفة. شوفوا العرض الجميل على مقدمة الشوط، والمنافسة بتكون حامية الوطيس بين بن مرخان وبين ثاني بن علي بن مهير الاشتبي على المركز الأول. هذا هو الميدان لمن أراد التحدي، وهذا هو الميدان. نعم، والهجن التي تتنافس عندهم مروح عندهم يا نايف. خلنا مع المراكز الأولى، خلنا مع التحدي الأول، المركز الرابع اللي هو عزام وخميس بالصغير بالهلي، وهذه الأسماء المدونة والمشاركة عندنا في هذا الشوط. العدد ما يكمل النصاب، ولكن نحن بننصب المركز الأول مثل ما نصب نفسه قعود ثاني بن علي بن مهير على مقدمة الشوط اللي هو شاهين، اللي هو شاهين. ومثل ما قال حكيم المعلقين، شاهين واسرع مش شواهين. هذا هو شاهين اللي على المقدمة يتوق وعنده حركات جميلة، طلوع ونزول. الثاني بن مرخان، الثاني شاهين محمد بن راشد بن مرخان، والمركز الثالث الظبي خليفة بن سالم بضبيعة، الخليفة بن سالم بضبيعة. والمركز الرابع هناك عزام الخميس بالصغير بن سالم بالهلي. هذه النتيجة، هذه الأسماء المتواجدة، ونحن نتابع هذا العرض ونتابع المقدمة، ولكن حاصرنك لا هروب ولا مجال، لا ولا عنهن محال ولا مفر. شوف اللي وراك، شوف المرخان بالطبيعة يا بن بليشه، راقب راقب الجماعة، لأنهم عندهم ناوين 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 عليك، ناوين يتابعونك يتابعونك، يحاولون أنهم يهزمونك، ولكنك استعد لهم، استعد لهم بالعدة والعتاد. وما زال هو يعطي الكثير والكثير والكثير، ويتقدم طالع نازل طالع نازل، يتخبر عن لوحة 1200، هذه لوحة 1200، وما زال يعطي الكثير. شاهين شاهين على مقدمة الشوط. يا سلام يا سلام، ثاني بن علي بن مليشة الاشتبي من يقدم شاهين، وبن مرخان وبضبيعة اللي راقبونك يتابعونك خطوة بخطوة. الكيلو المتر الأخير، الكيلو المتر الأخير، افتح يا كيلو أبوابك. قادمون النجوم، قادم شاهين وشواهين، شاهين دبل شاهين عندنا والظبي. هل هو بيستسلم؟ هل هو بيستسلم ولا عندك زود يا شاهين؟ شوف، اسمع المذيع، اسمع المذيع. 800 متر باقي، كم باقي؟ 800 متر باقي عن نهاية هذا الشوط. حرك بالطبيعة، حرك راعي الظبي، تحرك راعي الظبي، ولكن هو عنده حالة استنفار، عنده حالة استنفار، وعنده حالة استعداد، وعنده حالة طواري وروح. زاد من سرعته، زاد زاد زاد، ولكن اللي وراك ايضا يحسب حساب، يحسب حساب بطبيعة وياي، يحسب الامتار، يحسب الامتار. يلا 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 يا شاهين، كمل المشوار، كمل المشوار، كمل وعينك على خط النهاية. ماشي باقي عندك اقل من 500 متر، ال 400 متر يقوم طفر وينتهي طفر. كنا على الاراضي ملاله، من البقايا ياخذ الامر، تصوير تعليق وعباله. والتيم الاول يكسره كسر، عندك 43، الشوط الاول 43، الله اعلم انت كم بتيب، كم بتيب، كم بتيب، تكسر ال 40، تكسر ال 40، عندك تلحق على التوقيت، ما عندك منافس الا التوقيت. حرك 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 يا امبريجه، حرك يا ثاني، حرك يا ثاني، حرك يا ثاني، التوقيت في خطر، التوقيت في خطر، وهذا هو الخطر القادم للميادين. اسمه شاهين، اسمه شاهين الثاني بن علي بن مهير بن بليشه الاشتبي. تهانينا او الناموس. المركز الثاني، شوف المركز الثاني 11 الظبي خليفه بن سالم بضبيعه الاشتبي. كم التوقيت؟
48 أربع دقائق و 48 ثانية المركز الثالث فهنا البن مرخان 48.